بيبدأ في المينا بماري منظمة أفراح شاطرة جدا في شغلها، لكن بالرغم من ده إلا إنها سنجل وعايشة لوحدها، وباباها بيكون عايز يتجوزها بأي شكل من واحد قريبهم، لكن ماري ما بتكونش مهتمية بيه، وكل لما يتفتح الموضوع بتهرب منه. ولما بتروح شغلها بتقول لمديرتها إن في واحدة بنت عيلة تقيلة جدا كانت عاملة إعلان إن هي عايزة شركة لتنظيم الأفراح، وإن ماري تواصلت معاها عشان تشوف شغلها، وإن هي معتبرها إن هي من أهم العملاء اللي تشتغل معاهم خلال الخمس سنين اللي اشتغلتهم في الشركة، وبتطلب من مديرتها انها لو قدرت تنجح في عمل الصفقه دي تبقى شركتها في الشركه، واللي يعتبر ماري هي اكتر واحده بتدخل دخل للشركه وان هي نجحت بسببها. وبعد مفاوضات بتوافق مديرتها، وبتروح ماري عشان تقابل عيله فرانسين العروسه المنتظره، وبتفرج اهلها على شغلها وازاي بتنظم الافراح بشكل ناجح وبتقدر تنجح في ابهارهم، وبيتم تعيينها، لكن بيكون قدامها 3 شهور عشان تنظم الفرح. وفي وسط حماس ماري وهي بتعدي الطريق بيعلق كعب جزمتها، وبتفضل واقفة في نص الشارع لحد بيجي واحد وبينقذها من العربية تخبطها، وبيتم نقل ماري على المستشفى عشان يطمنوا عليها، وبيكون الشخص اللي انقذها ده ستيف دكتور اطفال، وبيكون في اعجاب متبادل ما بينهم من اول وقعة، وبترد عليه ماري انه يروح معاها على حفلة تتعمل في المنتزه، وبيوافق ستيف وبيقضوا الاتنين وقت ممتع. وبتكون ماري اول مرة تخرج في موعد من سنتين، وبتحس بانجذاب ناحية ستيف، وده بيظهر في تصرفاتها وابتسامتها اللي بتفرقش وشها لما بتروح الشغل تاني يوم. وبتلاحظ فرانسين حالة الغرام اللي ماري عايشة فيها، وبتسألها لو هي بتحب جديد، فبتحكي لها ماري على الشخص اللي قابلته، وبتتحمس قوي لقصتها، وبتقولها ان هي تخليها تتجوز معها خلال 3 شهور من الشخص ده. بعدها بتروح ماري عشان تقابل فرانسين وخطيبها وتتعرف عليه، والكارثة ان ايدي خطيب فرانسين بيطلع ستيف، وبتتحطم أحلام ماري الوردية حوالين فارس أحلامها اللي هيفك عقدتها من العلاقات ويخليها تؤمن بالقدر والحب. وطبعا بيكون ستيف مش أقل صدمة منها، لكن الاتنين بيعملوا نفسهم من بينها وإن هما ما يعرفوش بعض. أما ماري فبتلاقي نفسها مضطرية تتعامل مع ستيف وإنه يكون موجود قدامها طول الوقت، وساعتها بتقرر ماري ان هي تنسحب من الجوازة، لكن صاحبتها بتفكرها بالاتفاق اللي عملته مع مديرتها وإن هي تستحق تكون شريكة في الشركة، وان هي مش معقولة هتبقى الطرف الخسران في كل حاجة من الشغل والعلاقة. وبتكمل ماري تحضيرات الجوازة، وبتروح هي وستيف وفرانسين عشان يبدأوا يختاروا المكان والتجهيزات. ولما بتسأل فرانسين ماري عن الشخص اللي هي كانت معجبة بيه وخرجت معاه في ديت، بيعرف ستيف ان هم بيتكلموا عنه وبيرتبك، لكن ماري بتقول لها انه طلع شخص خاين وانه كان بيقضي معاها وقت وانه هيتجوز قريب. ولما بيوصلوا على المكان بيتفاجئوا بماسيمو قريب ماري واللي باباها عايزها تتجوز منه، وبيقدم نفسه على انه خطيب ماري. وساعتها بيتكلم ستيف مع ماري وبيقولها ان هما الاتنين طلعوا متعادلين، وانه مش هو لوحده اللي طلع كذاب وخبى انه مرتبط، وان هي ملهاش الحق من ان هي تلومه بعد ما طلعت ان هي مخطوبة هي كمان. وبيحتض النقاش ما بينهم، وبتقول له ماري ان هو وفرانسين مختلفين جدا عن بعض وان جوازهم مش هيكمل. وساعتها بيعترف لها ستيف ان في اليوم اللي خرج معاها كان منجذب ليها، وانه فعلا لحد الوقت ده ما كانش متاكد من خطوه الجواز، لكنه في الوقت الحالي هو واثق انه بيحب خطيبته وانه عايز يكمل معاها حياته. وبعد الكلام ده بتعرف ماري ان كل اللي حسيته وتخيلته ناحيه ستيف كان مجرد اوهام، وانه مفيش علاقه هتجمعهم غير انه العريس اللي بتحضر لفرحه. بعدها بتلاقي ماري ان باباها بيلح عليها ان هي تتجوز من ماسيمو، وانها مش لازم تحبه دلوقتي وان الحب هيجي بعد الجواز. وبتروح ماري مع ستيف وفرانسين وبيختاروا مكان الزفاف، وبتلاحظ ماري ان الاتنين مش متشابهين وعندهم اختلافات كبيره في الاذواق، وبتكون فرانسين مشغوله طول الوقت بالبيزنس بتاعها، وبتوكل ماري بان هي تختار المناسب للفرح هي وستيف. وساعتها بيعتذروا الاتنين لبعض عن طبيعة المقابلة اللي جمعتهم البداية، وبيقرروا يبدأوا من جديد كأصدقاء. وفي يوم وهما الاتنين بيختاروا الورد اللي هيتحط في الفرح، بتشوف ماري الاكس بتاعها ومراته بتكون حامل، وبتقدرش ماري تمسك نفسها وبتفضحهم قدام الكل، وبتحكي ان الشخص ده كان خطيبها ومراته دي تبقى صاحبتها، وان يوم جواز ماري اتفاجئت بان خطيبها وصاحبتها كانوا على علاقة مع بعض، وان ده السبب اللي خلى ماري طول السنين اللي فاتت ما توعدش حد، وان هي فقدت ايمانها بالحب، وبتسوء حالتها النفسية، وبيفضل ستيف معاها وبيحس ساعتها بالشفقة على حالها، وبيطلب منها ان هي تبطل تلوم نفسها على اللي حصل. وبتتفاجئ بانه بيصارحها انه على الرغم ان هو ما يعرفهاش كويس، ان اليوم اللي قضاها معاه في المنتزه كان افضل يوم عاشه في حياته، وانه منجذب ليها جدا، لكن ماري بتوقفه وبتقول ان علاقتهم هما الاتنين
ما بتتعداش ان هي مجرد منظمة افراح وان هو العريس وانها عمرها ما تتخطى الحدود دي. بعدها تتفاجئ ماري بان ماسمو بيعرض عليها الجواز وان المرة دي بتقرر ان هي تسمع كلام باباها وبتقبل بالعرض. وفي الناحية التانية بيكون مراسم جواز ستيف وفرانسين شغالة على الرغم من عدم اقتناع الطرفين باللي بيعملوه. واخيرا بيتم الاتفاق وبتكون ماري شريكة في الشركة وبتفضل ماري مع فرانسين لحد اخر لحظات في تجهيز الفرح ولحد ما بيجي يوم الزفاف. وبيروح ستيف لفرانسين وبيطلب منها انه يتكلم معاها وبيسألها عن السبب اللي خلاها تتجوزه مع انها عارفة ان في اختلاف كبير ما بينهم وبيسألها لو فعلا هو ده اللي هي عايزاه ولا ان الاتنين بيقدموا على الخطوة دي وهم مش مقتنعين. وبمجرد الكلام ده بيأكد لهم ان هم متفقين ان هم مش عايزين يكملوا وبيسيبوا الفرح. في الوقت ده بتكون ماري بتجهز نفسها عشان هتتجوز من ماسيمو. وعلى اخر لحظة لما بيتسأل هل في حد معترض على الجواز بتتفاجئ بان باباها بيعترض وده لانه حاسس بالذنب ان بيجبر بنته على الجواز من شخص هي مش مقتنعة بيه وان مشاعرها وقلبها مع حد تاني. في الوقت ده بيعرف ستيف ان ماري بتتجوز وبيروح عشان يلحقها قبل ما ده يحصل. ولما بيوصل بيعرف ان هي كمان جوازها اتلغى وبيروح لها في اول مكان خرجوا فيه مع بعض وبتعرف ان هو كمان ما كملش جوازه من فرانسين عشانها وانه اختارها هي عشان يكمل حياته معاها عقبال ما نلاقي حد احنا كمان نكمل حياتنا معاه.